من أجمل الأماكن التي زرتها واستمتعت بها جادت الطبيعة بها، جبل في قمته قصبة أنشأها المولاي إسماعيل، حيث كانت من أهم الثغور المُطلة على المحيط الأطلسي. على يمينها نهر سبو الذي يعتبر من أطول وأكبر الأنهار، وعلى يسارها غابات كثيفة وبحيرة من أجمل ما خلق الله تعالى، فإطلالة على البحر شاطئ جميل هو المتنفس الرئيسي لعشاق البحر، سباحة، صيد، راحة نفسية. De m'encourager avec vos j'aime, partage et surtout de vous abonner à ma chaîne. Et là, je passe comme la vidéo, maintenant ça vous dérouler à j'aime et surtout abonnez-vous à ma chaîne.